أحلامنا كبيرة. ومع كل شراقة للشمس يومنا نبدأ في بنائها لتصبح حقيقة. نرسم أدق تفاصيلها الصغيرة لنصل لبناء خطوطها الكبيرة. وفي عمان، ومنذ ما أشرقت نهضتها، شهد المجال العقاري تطور ملحوظ في أدق تفاصيله. وبلا شك التطور في مرحلة البناء ما راح يكون لولا تكاتف جهود المتخصصين في هذا المجال. لذلك نحن بحاجة لتسليط الضوء على هذه الجهود والمساهمات، ومنها إلى تحفيز الشركات والأفراد العاملين في هذا المجال من أجل ابتكار مشاريع متميزة ذات جودة عالية، وجعل السوق العقاري العماني نابض بالنشاط، ووضع بصمة بارزة على خارطة السلطنة. ولهذه الأهداف والأسباب قررت الجمعية العقارية العمانية تنظيم جوائز عمان العقارية للمرة الثانية على التوالي. تضمنت النسخة الماضية على 15 جائزة، وشملت نسخة هذا العام 17 جائزة مقسمة على 5 فئات مختلفة. يا ترى إيش مميزات جوائز هذا العام؟ هذه الجوائز راح توفر فرص ترويجية كبيرة للشركات الفائزة، وذلك لإظهار القدرات والمميزات التنافسية الخاصة بها. السؤال المطروح، من اللي راح يستحق جوائز عام 2016؟ نبارك لجميع الفائزين في هذه النسخة، ونشوفكم إن شاء الله في النسخة القادمة من جوائز عمان العقارية. ولا تنسوا تلتقطوا صورة جماعية، وإلى اللقاء.